جميع التجارب اللي مريت انا منها واللي دازوا على يدي بالعشرات. تجربه فاشله، وخصوصا العجوزه حامقه. قالت لك انا عدوستي مي كنت قدك كتضربني مسطيه ولا انت تضربني؟ احنا ما عرفتش انا كتقول لا انا اذا درت معك هادشي خصك تحمدي الله، راني مي كنت انا من اللي زوجت عدوستي كتضربني وتفيقني في 6 الصباح. ما عرفتش انا هاد العقليه، والراجل جالس انا والله ما نعقل على شي واحد ممنوع هادشي. وهذا كاين في المجتمع ديالنا كيقول لا صبار امي هادي شغندير لها، ديال السبيطار الدواء، حنا زوجنا باش نرتاحوا ولا نكملوا الحمق؟ امك عزيزه عليا وعلى الراس والعينيه، ولكن ماشي باش تعدى عليها. وفي نفس الوقت كنشوفوا ديك العدوزه اذا جبت بنتها تشكلها دافع عليها، ولكن مرات بنا لا. ولهذا شوف واحد المثال، بنيتي جيتي رجلك فين هو؟ صيفطتو ياكل شاورما من فيا ما يطيب، واحسن ترتاحي بقى طيبي ديما، هذه لبنتها. ما يجي ولدها تقول له مراتك فين؟ يقول لها انا تعشيت في الزنقه، وديك المبطوله والفنيانه الكسلانه علاش ما توجد لك شيء؟ شوف بنتك شنو قلتي لها، وبنت الناس شنو درتي معها. فما كاينش المساواة وما كاينش العدل. فلهذا أي واحد جاب شي مرأة للدار راه ما جابش. ولهذا كنقولها لهم دائما في الدروس، راهم كيسمعوا هادشي كيقولوا رضوان عنده الدروس ديال الضحك، ولكن كنمرر الرسائل كيوصلوا. خلينا من كلام الفيسبوك والتعليقات، أنا كنمرر الرسائل كيوصلوا. وصلوا لي رسائل كتقول لي الزوج ديالي تبدل المعاملة. واحد والله قالها لي، قال لي أنا ما كانش في راسي بأن المرأة في فترة الحيض خصك تستوب. ستوب ديك الشيء ديالك فترة الحيض ما كاينش اللي كيعرفها، كتكون من نيربيا تقول لها شي هضره تقول لك بعد من حدايا بدل ساعه اخرى، تقوز ديك 6 ايام وغادي ترجع الامور الى مجاريها. انت الكي دار اش كيجيك؟ والو عدالة. اش كيجيك انت؟ لا شهر لا عام لا والو. قرا ديك التجربه هذيك صعيبه لاختك وبنتك وكذا. فانت ديك الفتره راعي، حتى اذا قالت شي كلام ولا ما نجيبش وكذا ولا ما فيا وعلاش ما جمعتيش الطابله، ما غنجمعش، سير جمعها انت. قول له نجمعها وعادي. راجل كذبان، هنا كذبان الرجوله. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.